تحية محبة لكل المشاهدين المتابعين، مستمرين معكم مشاهدينا من أوجريت، يسعد صباحكم. ولكل اللي انضموا هلأ لحتى يتابعونا، وصلنا نحن وأنتم مشاهدينا لملف حلب، هالملف الدامي بعد ما شهدت حلب خرق للهدنة الأولى والهدنة الثانية واستمرار بهذه الخروقات والقذائف، قذائف الحقد اللي عم ترمى على المدنيين بكل مكان. استهداف المشافي صار مقصد وصار غاية، استهداف المدنيين، أوقات الذروة، أوقات انصراف الطلبة من المدارس، أوقات انصراف الموظفين، الدوائر الرسمية اللي بيكثر الازدحام أمامها هي المقصد وهي الغاية. هي محاولة للزعزعة بعد التهدئة النسبية اللي حصلنا عليها على الأرض. كنا بانتظار قطف ثمار جنيف، على الرغم من أن المحادثات مستمرة وقد تستمر لأشهر، ولكن دائما الأمل عند السوري أنه نحن بدنا نقطف الثمار خلال الأيام القادمة. هذا الأمر عم نشهد من خلاله كثير تغييرات على الأرض. الموقف الأمريكي عم يتذبذب، هو رافض للإرهاب ولكن بنفس الوقت هو يدعم الإرهاب. هو يريد أن يدعم معارضة معتدلة واقعيا هي غير موجودة على الأرض. يعني لا ندري ماذا نقول في هذا الملف اللي أصبح متشابك كثيرا على الأرض. حلب بالذات هي يا ترى حلم العثماني بالامتداد، أم هو عم يتمنى أن تكون ولاية تابعة أم ماذا؟ خلونا نحن وأنتم مشاهدين نوقف عن جملة من المحاور المطروحة، قد تكون تساؤلات من مواطنين ما بيحبوا السياسة كتير ولكن اضطروا أنه يحكوا فيها لأنه بيريدوا يعرفوا المستقبل لوين أو هالتصعيد لوين بده يمشي. خلونا نطرح التساؤلات على ضيفنا سيادة العميد المتقاعد. بدنا نرحب فيك، أهلا وسهلا فيك مخلوف مخلوف، سعيدين بوجودك معنا وسعيدين يمكن الإنارة أو الإضاءة على جملة المحاور اللي من خلال الناس عم تطرح كتير تساؤلات. سعيدين بتلبيتك الدعوة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد ويسعد صباحك. بداية، لماذا حلب الآن؟ صباح النور. صباح النور. قبل حلب ونحن نعيش مناخات الشهادة والشهداء، أود أن أتوجه في بطاقة محبة واعتزاز إلى كل قطر الدم سقطت على امتداد الجسد السوري النازف، إلى كل شهيد سقط وقد أشرع صدره لمواجهة العدو مع جملة من أصدقائه الذين شكلوا سياجا عصيا على الاختراق لحماية هذا الوطن. بطاقة محبة إلى كل أم شهيد ودعت شهيدها بزغرودة ربما، بدمعة أو بدعاء. وأيضا أود أن أقول أن وطنا يمتلك كل هذا الكم من القدرة على تقديم الشهداء والدماء لهو وطن جدير في الحياة وجدير في أن يقدم له بطاقة محبة وجدارة في الحياة. قبل حلب أود أن أقول أن هذه الحرب العمياء التي لم يعرف التاريخ لها نظيرا عبر كل مراحل تاريخ البشرية، لم يعرف نظيرا لهذه الحرب من حيث بشاعتها، من حيث قسوتها، من حيث أيضا قذارتها. هذه الحرب لا شك كانت نتاج مؤامرة كبرى، مؤامرة هدفت أصلا إلى اقتلاع ومسح وجود هذا الوطن الجميل سوريا عن خريطة المنطقة وخريطة العالم. ولا شك أن هناك عقلا مدمرا، عقلا كبيرا، عقلا إجراميا اتخذ مثل هذا القرار في اجتساس هذا الوطن من جذوره. أما حلب، لا شك أن حلب تنبع أهميتها من عوامل ثلاث، أولا محليا حلب عمليا بالنسبة للقطر العربي السوري هي خزان الاقتصاد. حلب هي العاصمة الاقتصادية
وحتى العاصمة الحضارية أيضا، إضافة إلى بعدها التاريخي وبعدها التراثي. حلب أيضا تشكل نقطة التقاء جميلة بين تنوع أيضا جميل ومثير في حلب وريف حلب. هناك كثير من القوميات الموجودة من عرب وأكراد، تركمان، أرمن، أشورين وغير ذلك. أيضا هذا يضفي ربما بعدا آخر لأهمية حلب. أما في البعد الإقليمي فحلب بحكم وجودها قريبة من الحدود التركية، لا زال التركي يبدو يحلم بإعادة حلب ربما إلى الدولة التركية التي أتت أصلا هي بالأساس كانت نتاج دولة عثمانية لم تزل أطماعها وعينها ليس فقط على حلب وإنما على سوريا ربما وبلاد الشام والوطن العربي بالكامل. لذلك لاحظنا أن الأتراك هم ضالعين مباشرة في كل ما يجري في حلب. نتذكر جميعا مسألة المعامل وسرقة المعامل، أيضا الإغراءات التي قدمت إلى اليد العاملة المبدعة في حلب. هناك الكثير من أصحاب المهن المبدعة ومن أصحاب المهن التي حققت نجاحات على مستوى العالم. السوق الحلبية معروفة، وخاصة مسألة الصناعات القطنية وغير ذلك. يعني أنا أعرف في روسيا هناك شارع للمنتجات الحلبية. من هذا ربما يعني هذا الجانب ربما أيضا أضاف ربما بعدا آخر لأهمية حلب بالنسبة للعامل التركي. لذلك لاحظنا أن تركيا استخدمت كل حشلات العالم وسلحتهم وجندتهم ويسرت أمر وصولهم إلى حلب وثم إدخالهم إلى حلب، ولا زالت حتى هذه اللحظة حلب تقف سندا حقيقيا لهذه المجاميع الإرهابية العاملة على تدمير حلب، وتدمير حلب كرمز برمزيتها حلب وبأهميتها أيضا بالنسبة إلى صدقني سيادة سوريا. العميد بشأن تدمير قطع وشوط، يعني تاريخ التراث الحضارة بهذا الشأن قطع وشوط، لكن الملفت للنظر حصلت تهدئة خلال الفترة الماضية، إنجازات الجيش السوري المؤازر من الأصدقاء كانت كبيرة، التقدم كان واسع، نقاط كثيرة سمعنا عنها ونقاط إعلاميا لم نسمع عنها ردت إلى حضن الوطن بشكل أو بآخر. بعدها بفترة قصيرة جدا تم قطع طريق الإمداد الرئيسي الواصل إلى المدينة، علما أن الاحتياطات التي أخذها الجيش لتأمين هذا الطريق اللي هو شريان المدينة خناصر كبيرة جدا 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 جدا، تم إمداد المقاتلين من الجبهات المختلفة بطريقة استطاعوا التقدم بأكثر من مكان، حتى لما بدأت قذائف الحقد تسقط على أهل المدينة أخذ القرار بالهدنة أخذ وقت أكثر من 24 ساعة. يعني خلال هذه 24 ساعة كان عدد ضحايا بالمئات على الأرض غير المصابين. يعني وأمريكا تقول أنا لا أريد أن أدعم الإرهاب، يعني هذا التصعيد إلى أين سوف يقود؟ كانت التهدئة متزامنة مع جنيف، فجأة تصعيد، يعني ما هي النتائج التي يرتجونها على الأرض؟ ما هي الآمال المؤقتة القريبة المرحلية؟ مسألة وقف الأعمال القتالية بحلب حقيقة نحن يعني عندما نفكر بمنطقة الدولة لا توجد أمامنا الكثير من الخيارات. فالهدنة طرحت ثم فرضت ونحن بمنطقة الدولة وتم خرقها بمنطقة الدولة تعاطينا مع هذه المسألة لتحقيق بصراحة أي هدنة ما بين طرفين متصارعين لتحقق هدفين متعاكسين. الهدف الأول لا شك هو الإقلال من النزف من نزف الدم السوري، وأنا أعتقد هذا الموضع هو كان بالأساس المنطلق الذي استندت عليه الدولة أو القيادة في سوريا للقبول في هكذا هدنة، من منطلق حقن الدماء السورية بصرف النظر عن أي كان هذا السوري. ولكن بالمقابل هذه الهدنة أيضا حققت هدفا آخر للمجاميع الإرهابية والعصابات الإرهابية، لأن هذه الهدنة أولا
أعطت فرصة لهذه المجاميع كي تسعد أنفسها، كي تعيد تموضعها طبعا على الأرض، وأيضا كي تعيد تنظيم صفوفها. وفي ذات الوقت كان هناك جسرا ممتدا عبر الحدود التركية، بحيث جاء عدد كبير من المسلحين الإرهابيين المدربين تدريبا عاليا، وأيضا تم إيصال كم هائل من العتاد الحربي، العتاد العسكري، وهو من العتاد المتطور. فبالتالي هذه الهدنة خدمت الطرف الآخر، الطرف الإرهابيين والمجاميع الإرهابية. وبالتالي الجيش العربي السوري أو القوات الدولة الوطنية في سوريا الحقيقة هي التزمت بالهدنة. وأنا حسب معلوماتي كانت هناك قذائف تسقط على الحواجز وعلى المناطق تواجد العسكريين السوريين، ولم يكن هناك رد بقرار من 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 من, من, من القيادة العسكرية، لأننا كدولة نحترم التزاماتنا، نلتزم الدولة عندما تلتزم في هدنة فبالتالي يفترض وهذا مؤكد سوف تقوم باحترام هذا الالتزام. بينما الآخرين لا التزام لهم، عمليا هم مجموعة من الهوش، مجموعة من الإصابات، مجموعة من الحشرات التي لا تستطيع أن تتعاطي معها بأي شكل من الأشكال في مسألة العقل والمنطق والالتزام وهكذا. بالتالي فوجئ الحقيقة، نحن فوجئنا بهذا التحول الذي كان وراءه لا شك هذه العصابات. وبالمناسبة الفصائل العاملة بحلب هي جبهة النصرة وجيش الفتح ومجاميع الحشرات التي جاءوا بها من كل أصقاع الأرض إلى سوريا من أجل العبس ومن أجل التدمير ومن أجل القتل. وهذه الأدوات عمليا هي مرتبطة مع الدول المشغلة لها، وبالتالي قرار تصعيد في حلب ليس قرارا آنيا محليا مرتبط بهذه العصابات، وإنما هو قرار دولي على رأسه لا شك تركيا والسعودية، ومن خلفهم لا شك أيضا الرأس الأكبر اللي هو الولايات المتحدة. وبالمناسبة أنا لست من المؤمنين بأن الولايات المتحدة وأمريكا هي تحارب أو بزن أن تحارب الإرهاب. هذه نكتة. عندما تقول الخارجية الأمريكية أو عندما يقول الأمريكيين بشكل عام أنهم يحاربون الإرهاب وأنهم سوف يقفون، كلنا سيادة العميد نؤمن بهذا الكلام، لكن هذه هي التصريحات التي نجدها على الأرض. تماما. وبالتالي هناك مستويين من التعاطي، نحن مضطرين إلى التعاطي بالبعد الدبلوماسي، وأيضا في الميدان نحن لا شك ليس أمامنا أي خيار إلا في مواجهة هذه العصابات حتى القضاء عليها قضاء نهائيا، قضاء مبرما. وبالمناسبة لماذا حلب؟ حلب سأذكر هنا بس معلومة كثير مهمة. خلال فترة التصعيد قامت معارضة بإطلاق ما سمي بصرخة بأنه حلب تحترق. هذه الصرخة وتم تعميمها على كل وسائل الإعلام في العالم. في ذات الوقت قام الفيسبوك أيضا، إدارة فيسبوك طبعاً. هذا الجانب كثير مهم. قامت بحجب المحطات الوطنية كسما والدنيا وحتى الميادين، تم حجبها عن صفحات فيسبوك. أيضا قامت بحجب صفحة الرئاسة السورية. في ذات الوقت تم أطلاق هذه الصيحة، اعتبروها هني باسم المعارضة، حلب تحترق. وبدأ التحشيد على مستوى العالم في أن هناك حلب تحترق وأن النظام يقصد بالطيران والبراميل لاحظت كيف؟ وبالتالي الرأي العام العالمي عمليا تصله فقط المعلومة بالشكل التي يخدم الفكر الإجرامي أو فكر العصابات أو ما يسمى بفكر المعارضة والدول التي تقف وراء هذه المجاميع. طبعا وصولا لاحقا إلى ربما طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن والقول في أن النظام يضرب حلب ويدمر حلب. لاحظت كيف طبعا أنا من وجهة نظر عسكرية أقول أن حرب المدن، يعني في العلم العسكري من أصعب العمليات، أن حرب المدن هو من أعقد صروف أو من أعقد أنواع الحروب. لماذا؟ لا أخذ حزم حلب مثلا. حلب مدينة واسعة منتشرة أفقيا وتشكل مساحة واسعة من الإسمنت المسلح، وأيضا مدججة بالمسلحين، هناك عشرات الآلاف من المسلحون في حلب عمليا منتشرون وموجودون وقد بصورة خاصة على الأبراج العالية، بحيث أنهم سيطروا على الأماكن الحاكمة. لاحظت كيف؟ وبالتالي أمام القيادة العسكرية، أنا لو كنت قاعد أمام القيادة العسكرية خيارين، إما العمل بمبدأ الأرض المحروقة، بمعنى تقسيم هذه المدينة إلى مربعات وبالتالي التعاطي مع كل مربع لوحده وحرق المنطقة بما فيها،
وهذا طبعا سوف يؤدي قطعا إلى إحداث ربما دمار هائل في البنية التحتية وأيضا بخسارة طالما هناك مدنيين خسائر بشرية طبعا تماما هناك مدنيين موجودين. والخيار الآخر أمام القيادة العسكرية الحقيقة هو بدفع مجموعات من قوات النخبة المدربة تدريبا عاليا على قتال المدن. للمدن هناك نمط خاص من المقاتلين، يعني يفترض وجود نمط خاص من المقاتلين وأيضا نمط خاص من السلاح. دفع هذه العناصر عبر الشوارع والساحات وبعض المناطق، وبالتالي اعتماد بصورة أساسية على قوات المشاة، وهذا للأسف الشديد يأخذ وقت كتير كبير وسوف يؤدي أولا إلى 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 يعني إلى التأخير في مسألة الحسم، أيضا إلى تكبد خسائر كبيرة لأن الطرف الآخر هو عمليا هو مسيطر على النقاط الحاكمة النقاط المرتفعة وأيضا مجود بالأسلحة المتطورة كالقناصات. هناك قناصات ألمانية الموجودة مع المسلحين قد تصيب هدف على مسافة أكثر من 6-7 كيلومتر. لاحظت كيف؟ هذا ربما أخر مسألة الحسم وربما هذا ما أخر مسألة حلب. ولاحظنا هذه ربما عدم الوضوح هذه الضبابية في المشهد الحلبي في الآونة الأخيرة. نعم سيادة العميد خلينا نحكي عن حقيقة الخلاف بين أردوغان وأوغلو بالرغم من أنه اثنيناتهم من نفس الفصيلة الإرهابية. والله أردوغان وأوغلو أنا أعتقد كما تفضلت هم من ذات المدرسة ومن ذات منهجية ومن ذات الذهنية والعقلية. وأنا أعتقد هذا الخلاف ربما أنا أعتقد له ربما تفسيرين، إما ربما هناك مسرحية تمثيلية ونوع من توزيع الأدوار، أو وأنا أرجح هذا الخيار الآخر، أردوغان رجل مصاب بمرض الأنا. مشكلة هذا الرجل هو الأنا، وبالتالي عقله لا يتحمل وجود أنا آخر موجود في موقع القرار التركي. وبالتالي بالفترة لاحظنا بالفترة الأخيرة جملة من النشاطات التي قام بها أوغلو وبصورة خاصة اتفاقه مع أوروبا حول تنظيم مسألة المهاجرين، وقد حقق مكاسب لتركيا. الحقيقة تركيا حققت مكاسب، هناك عدد من المليارات قبالة أن ربما تركيا تنظم مسألة خروج المهاجرين السوريين إلى أوروبا. يبدو هذه النجاحات طبعا موجودة نصر تركيا لم يكون مسرورا لها السيد أردوغان. أردوغان لا يستطيع كما ذكرت لا يستطيع أن يتحمل ربما قرأ رجلا آخر في موقع السلطة. وقد لاحظنا أن أردوغان وبالمناسبة هذه ليست سابقة، هناك سبقه الكثيرين، يعني جول اللي كان رئيس تركيا ومن نفس حزب ومن نفس الحاوية عمليا كله من نفس المدرسة. ايضا تم تصفيته وابعاده عمليا جرد من كل المواقع ومن كل الهيئة. وبالتالي انا اعتقد ليست هناك اي خلاف وانما نوع من الانا الشخصية وحب التملك، لا سيما وان اردوغان دائما يصف نفسه بالسلجوقي، بمعنى يصف نفسه بشكل غير مباشر بالسلطان، هو يعتبر حوله سلطان. هو كان رئيس وزراء ثم انتقل إلى الرئاسة، والآن هناك ربما في بالوقت القريب هناك دستور لمنح كل الصلاحيات اللي كانت موجودة بيد رئيس حكومة ووضعها في سلة رئيس الجمهورية، أي يريد أن يضع كل سلطات الدولة في قبضة يده حتى يكون القائد الأوحد وبالتالي السلطان العثماني واقعا على الأرض. بما تبقى لنا من الوقت سيادة العميد بدقيقتين، الموقف السعودي اللي ما عم يشبع من هدر الدم إن كان اليمني وإن كان السوري، والموقف المصري باختصار. دعونا نتفق على مسألة وهي هناك قائد لكل ما يجي في سوريا وفي المنطقة هو الأمريكي، وبالتالي الدور السعودي أو ممالك الملح كما أسميها في الخليج أو التركي حتى وكل الأطراف الضالعة في الدم السوري عمليا لا يعدو دورهم دورا وظيفيا، هم يتلقون أمرا فيطيعون. العلاقة ما بين الأمريكي والصهيوني تحديدا وما بين هذه الدول وأدواتهم على الأرض عمليا هي علاقة السيد بالعبد، هذا السيد يصدر أمرا فعلى هذا العبد أن يطيع. وبالتالي أنا لا أرى أي تحول إيجابي في الموقف السعودي ولا الخليجي عموما
أو التركي، لأن هذه الأطراف أولا هي أصلا لا تملك إرادة إرادة الإصلاح أو إرادة إنهاء الأزمة في سوريا، أيضا هي لا يعد كونها دور أداة تؤدي دورا وظيفيا تنفيذيا، وبالتالي أنا لست من المراهنين على أي دور إيجابي لممالك ممالك الملح في الخليج العربي. ويبقى رهاننا نحن في سوريا حقيقة على شعبنا العربي السوري، على جيشنا، على قيادتنا. وأنا حتى 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 ما يطرح من حلول سياسية أنا لست مع بصراحة مع هذا، لأن لا أرى حلا إلا الحل العسكري. معلش أنا أخالف ربما الكثيرين مما يقولون بالحل السياسي، رغم أنه السياسة بالتعريف هي السياسة هي مواصلة الحرب ولكن بأدوات غير أنفية. السياسة بالتعريف هي حرب ولكن بأدوات غير أنفية. أيضا عندما نجلس على الطاولة السياسة هي صراع بين إرادتين، كل إرادة تجهد لإنجاز أهدافها ومهامها في هذا الحوار. المصري بعجالة سيادة العميد، وصلنا للختام. المصري أنا أعتقد السياسة المصرية يبدو هي تتألف من طابقين، هناك ما هو فوق الطاولة وهناك ما هو تحت الطاولة. أما ما هو فوق الطاولة فيبدو القيادة المصرية مضطرة لمسايرة وجهة نظر الخليجية، وخاصة تعلمين يعني الحالة الاقتصادية والاقتصادي وغير ذلك. أما ما يدور فأنا أثق بصراحة بمشاعر الشعب المصري وحتى بالجيش المصري. أنا أعتقد أن النوايا كما قيل في التاريخ في أحد المعارك، قلوبنا معكم وسيوفنا عليكم، يعني المصريين يبدو في هذا الإطار هم بمشاعرهم مع سوريا. بتعرف في بيتروس سوريا عمليا ما استفدنا شيء سياسي لكن عمليا حتى الآن لم نلمس أي تحول إيجابي في الموقف المصري أو في الموقف المصري. نتشكر حضورك معنا على هذه الإضاءة، سعيدين بوجودك، أهلا وسهلا مرة ثانية. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، وأهلا وسهلا فيك.